دعا الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة. وشددت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس على ضرورة وجود حل سياسي يسمح بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيرة إلى الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان في رفح الفلسطينية، وأن مئات الآلاف من سكان قطاع غزة يعانون أزمة جوع آخذة في التفاقم.